نعول على أهمية إجراء ما يلي. أولاً الفور التحرير الرهائن بطريقة فورية وآنية. ثانيا كل الشركاء يجب أن ينصاعوا للقانون الدولي. وثالثا إدانة وتهدئة هذا الموقف بأقصى قدر ممكن. إذن علينا مضاعفة جهودنا الدبلوماسية حتى نمنع هذا العدوان وهذا التوتر من الانتشار في المنطقة، بل وتهدئة الموقف في أقرب وقت ممكن. إن اليابان عقدت تشاور عن كثب مع الجهات الأساسية في المنطقة مثل فلسطين وإسرائيل وبعض الدول العربية وإيران. وفي 17 أكتوبر استضفت وزراء خارجية بعض الدول باعتبار اليابان تتبوأ منصب رئاسة مجموعة السبعة. كذلك فإن التحدي الآن هو تحديد الموقف الإنساني، ذلك لأن هناك مليون شخص في غزة على الأقل هم في أصعب الحالات الإنسانية. وعلينا تمديد الغذاء والأدوية والكهرباء والمياه، لأن كل هذه المؤن على وشك النفاذ. هناك نقطتان علينا أن نعمل عليهما. أولا علينا أن نقدم المساعدات اللازمة للأشخاص ولشعب قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.